السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله وصلوني جوج ديال لي كوموند من اوريفلام، جابوهم ليا في الدار، بغيت نحلهم قدامكم ان شاء الله باش نشوفوا اشنو فيهم. قبل ما نحلهم ما تنسونيش الدعم ديالكم باللايك والاشتراك في القناة باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. كما قلت لكم اي واحد دابا تسجل اوريفلام في المغرب كيوصلوا لا كوموند ديالو حتى للدار. غادي انا دفعت جوج ديال لي كوموند، غادي نحلهم قدامكم ان شاء الله باش تشوفوهم. غادي نحلوا لا كوموند الاولى. عندنا لا فاكتور، ها هي عندنا الكتالوج ديال الشهر 10، ها هو، و هي لا كوموند، هي الطريقه ديالها كيفاش كتكون. غادي نشوفوها. عندنا جورداني اسينزا، الريحه ديال جورداني اسينزا. عندنا الكريم ديال عنبر، عندنا الكريم الثاني ديال عنبر. الثالث عندي الريحه جديده يلا خرجت اول مره كنشوفوها في الكتالوج ديال الشهر 8 ديال الشهر 9. عندي ثلاثه ديال عنبر، ثلاثه ديال الريحه ديال عنبر اللي كلشي كيعرفها واللي كلشي كيحماق عليها واللي كلشي كيبغيها. ثلاثه ديال الروائح ديال عنبر. هذه الورقه ديال النقاط اللي كتمشي مع اي كوموند ديال اللون ديال الشهر. عندي الكريم الثالث ديال الكريم الرابع ديال عنبر، هي عنبر اخرى الرابعه ما شفتهاش. عندها جورداني جولد وايت ديال 100 نقطه ديال كادو في اي بي ديال 100 نقطه. عندي هاد سبراي فيميني جوج، هتاخدهم 75 درهم الثمن ديال الكتالوج. عندي هاد الباك فيه هاد الكريم ديال الكوك، وعندنا تندر كير، وفيه ماسك الكحل. هذا كاين في الكتالوج ديال الشهر 9 باك، كلهم بثلاثه كيمشيو في. عندي ثلاثه ديال القلم ديال العينين، كحلين بثلاثه. وعندي هاد الطابلو ديال الفون دو تان باش كنجربوا الفون دو تان الجديد اللي خرج اول مره تا هو في الكتالوج ديال الشهر 9. عندي الفون دو تان جورداني، وعندي ثلاثه ديال البلسم اللي كاينين في الاخر ديال الكتالوج ديال الشهر 9، 25 درهم الواحد باش كيبقى الثمن ديال الكتالوج. عندي الساشية وعندي الكرتونة. هذه هي لا كوموند الاولى. غادي نشوفو لا كوموند الثانية ان شاء الله، نحلوها حتى هي شنو فيها. غادي نشوفو لا كوموند الثانية ان شاء الله. كيما كتشوفو غادي نحلو لا كوموند ديال الكرتونة الثانية ان شاء الله باش نشوفوها. عندي فيها حتى هي جوج ديال عنبر. عندي الريحة جديدة، عندي لي طالك بثلاثة، طالك الغوز والطالك الزرق والطالك الصفر. عندي هاد الصابونة إسونسيل لأن شخصيا كتعجبني بزاف، خديت منها أربعة. ها هي عندي هاد المنظف ديال الاسونسيل، هاد المجموعة راه بدلوها بالمجموعة الأخرى، المجموعة الأخرى عندي أربعة ديال الصابونات ها هما، خمسة ديال الصابونات عفوا. وعندي هاد المنظف ديالهم راه زوين بزاف.
ان هذه المجموعه باش نتذكروا هذه المجموعه راه ما بقاتش، هذه حيدوها وديروها وديروا بلاصتها مجموعه اخرى جديده، ولكن هذه كانت احسن مجموعه، كتنظف الوجه كتنقيه كتصفي كتحيد الخلايا الميته، كتحس بواحد النعومه في البشره ديالك خصوصا في الوجه. هاد الصابونه كيستعملوها الرجال وكيستعملوها العيالات. وعندنا عندي هذا الكريم ديال عامبر حتى هو، عندي الدونتيفريس الكبير اللي كيبيض السنان، عندي سيناتور في ستيك، وعندي جوج ديال سيناتور، وعندي جورداني، عندي صابونه استنزا اللي داروا بلاصتها هذه، هذه كانت هي الاولى، هي لاغام الاولى، ولكن داروا بلاصتها هذه اسانسيل. عندي هذا البلسم في الاخر ديال الكاتالوج ديالكم، عندي هذا المنظف، المنظف ديال بيور سكين اللي زوين بزاف، حتى هو كيحيد الخلايا الميته في الوجه. وعندي الدونتيفريس ديال الدراري الصغار، وعندي هذا ديال هذا البلاك حتى هو اللي باش كيشوفوا باش كيسيو الفوندو تان الجديد اللي كاين في الكاتالوج ديال شهر 9. وعندي الكاتالوج ديال الشهر 10، لان اي كوموند ديال الاول ديال الشهر كيصيفطوا لك الكاتالوج ديال الشهر اللي بعد منه. مثلا حنا دوزنا الكوموند ديال الشهر 9، عطاونا الكاتالوج ديال الشهر 10. وعندي لا فاكتور ديالي، وهي لا كوموند، وهي الكارطونه خاويه. ما تنساوناش الدعم ديالكم باللايك والاشتراك، واي وحده ولا اي واحد باغي يتسجل من اي بلاصه في المغرب، من اي منطقه في المغرب، يمكن يتواصل معايا. غادي تبان لكم النمره ديال الواتساب ديالي على الفيديو، ولا اسفل الفيديو غادي يكون الرابط ديال التسجيل، ولا الرابط ديال الصفحه ديال الفيسبوك ديالي والانستغرام ديالي اسفل الفيديو غادي تلقاوها. اللي بغى يتواصل معايا مرحبا باي واحد في اي منطقه في اي بلاصه في المغرب. ما تنساوناش الدعم ديالكم كما قلت لكم باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله.